تحية طيبة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. بعض التقديرات الغربية، التقديرات الأمنية الغربية داخل عواصم الدول الغربية اللي هي منخرطة في ملف الأزمة الليبية، واللي عندها اهتمام كبير بأزمتنا الليبية على مستوى سياسي وعلى مستوى أمني وبطبيعة الحال أيضا على مستوى اقتصادي. التقديرات هذه تشير إلى أن رقعة النفوذ واتساع النفوذ الروسي التركي في ليبيا كل يوم تزداد. البعض يغامر ويمشي بعيد ويقول أن ليبيا في المستقبل ربما حتكون مقسمة لمنطقتين نفوذ، منطقة نفوذ روسي في الشرق الليبي ومنطقة نفوذ تركي في الغرب الليبي. تقديرات وتكهنات، لكن وسط كل هذه التقديرات والتكهنات في سؤال مهم جدا وملح، ناس تتساءل ومراقبين يتساءلوا عن دور الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن ألمانيا تعهدت أن هي تلعب دور مهم في ليبيا، وتعهد الأوروبيين أنهم يستعيدوا زمام المبادرة من جديد في ليبيا اللي خرجت منها خيوط الأزمة كلها للخارج، وأصبح السياسي الليبي المحلي فاقد زمام أمره زي ما يعلم الجميع. سؤالنا كل يوم عن الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن بعض المراقبين أيضا يقولوا أن الاتحاد الأوروبي أصبح كيان عاجز، كيان منقسم على نفسه في الكثير من القضايا الدولية والإقليمية والاقتصادية وملف الهجرة إلى آخره. فهذا الكيان قاعد يعاني من تحديات ويعاني من انقسامات كبيرة، وأيضا في عالم جديد، عالم ما بعد كورونا، قدامه تحديات كبيرة جدا. وبعض المتشائمين يقولوا أن حتى الاتحاد الأوروبي ربما يتفكك وربما ينهار. إذن شن هو دور الاتحاد الأوروبي اللي ممكن يلعب خلال المرحلة القادمة في ليبيا مع تزايد نفوذ الدول المعروفة، الدول الأجنبية والإقليمية المتدخلة في ملف الأزمة الليبية؟ هذا هو محور نقاشنا اللي حنفتحه فيه أبواب الأسئلة والتفكير. وخلونا نرحب بضيوفنا الاثنين. السيد مناف كيلاني انضم لنا من باريس، الباحث السياسي وأيضا مستشار سابق في الخارجية الفرنسية. سعداء بانضمامك لنا أستاذ مناف. وأيضا نرحبوا بالسيد باسل الترجمان، كاتب وباحث سياسي ومهتم بالشأن الليبي. سعيد دائما بوجودك معي في نقاشنا وفي حوارنا التفاعلي أستاذ مناف وأستاذ باسل. نبدأ معك أستاذ مناف من باريس. ما في شك أن الاتحاد الأوروبي يعني ما هوش في أفضل أحواله زي ما يقولوا، التحديات المستقبلية، التحديات الاقتصادية، وطبعا ملف كورونا اللي هو سبب إرباك كبير داخل الاتحاد الأوروبي. هل تتوقع أن الاتحاد الأوروبي عند القدرة في المستقبل أنه يستعيد زمام مبادرة في شمال أفريقيا وفي القارة الأفريقية وفي ليبيا تحديدا؟ لكي يكون هناك استعادة لأي مبادرة، كان هناك أي مبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي، يجب أن نعول على عامل أساسي واحد، وهو بقاء الاتحاد الأوروبي كما هو، أو على الأقل عدم تفككه. وهذا الأمر أصبح اليوم شبه مشكوك به فلنقل، ولنبقى متحفظين بعض الشيء، لأن الاحتمالات الأكبر الواردة اليوم هو انقسام أو خروج لدول جديدة غير بريطانيا طبعا من الاتحاد الأوروبي، والدولة الأولى مرشحة لهذا الخروج ستكون إيطاليا، وهي المعني الأول بالأزمة الليبية طبعا مع فرنسا من داخل الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن دور ألمانيا ذكرتموه أستاذ خليل، وهو طبعا الدور الجديد. لا يمكن اليوم القول كما كان الحال في السابق بأن هناك دور أوروبي، ولكن المبادرة السابقة مبادرة برلين هي مبادرة ألمانية بحتة، ولكن أتت تحت غطاءين، غطاء الاتحاد الأوروبي وكذلك الغطاء الأممي، لكي يكون لها نوع من كما يقال الشرعية الدولية، دون أن نعلم ما هي تماما الشرعية الدولية، التي هي الشرعية الدولية التي سمحت بتفكك وتمزق النسيج الليبي أو نسيج الدولة الليبية كما كنا نعرفه حتى العام 2011. في جميع الأحوال إن كان هناك أي مبادرة ستبقى المبادرة فقط لمن يملك القدرة المالية والاقتصادية على للتأثير على الشركاء الآخرين، الشركاء الباقين إن كانوا أوروبيين من إيطاليا وفرنسا، أو من الشركاء الآخرين الغير أوروبيين كتركيا، وكذلك من يملك علاقات طيبة مع روسيا التي هي أحد فلنقل المنخرطين في الأزمة الليبية، ولكن كذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا المرشح الوحيد يسمى ألمانيا. المبادرة الألمانية باقية لم تمت، لا أقول بأنها ستبقى على الخطة التي وضعت في برلين، وأن كانت خطة نوعا ما مبهمة وليست محددة ولا تملك أي أجندة يمكن الاعتماد عليها، ولكن تملك على الأقل نوع من المصداقية التي يعترف بها جميع اللاعبين الليبيين أولا وأخيرا،
وكذلك الباقون الذين يمكن أن يسيروا في المسار الألماني، لأن القاطرة اليوم التي هي قاطرة أوروبية أو بالأحرى القاطرة الأوروبية التي تجرها ألمانيا ما زالت موجودة، وهذه القاطرة كذلك هي نفس القاطرة التي ستجر الباقين، لأن ليس هناك خيار آخر حتى الآن موضوع على الطاولة. طيب أستاذ باسل الترجمان، صعب طبعا نحن نتكلم على دور أوروبي ودور للاتحاد الأوروبي في ليبيا من غير ما نفهم بالضبط الآن شو صاير في الاتحاد الأوروبي. ربما هذه هي الخطوة الأولى عشان نحن نقدر نتكهن هل حيكون في دور إيجابي أو لا داخل ليبيا. البعض يقول نحن الآن نطلب في دور أوروبي داخل ليبيا اللي قاعدة يعني تتنازعها دول أجنبية وإقليمية، بينما أساسا التضامن الأوروبي في الداخل منعدم. الإيطاليين والأسبان كلهم يتكلموا على الجزئية هذه، وين هي روح التضامن الأوروبي اللي قائم عليها الاتحاد الأوروبي؟ شفنا إجراءات فردية وإجراءات قاسية داخل دول الاتحاد الأوروبي في أزمة كورونا، شفنا قرصنة على أدوات طبية تمشي وجي، وشفنا تشوش وارتباك، وشفنا رفض لمطالب فرنسية أسبانية إيطالية من دول الاتحاد الأوروبي في الشمال تحديدا من ألمانيا من هولندا، وشفنا انقسام كبير جدا، والجميع قاعد يعني يتوقع أن الاتحاد الأوروبي قدامه أزمة كبيرة جدا، وقدامه ربما حتى أزمة تهدد بأنه هو يتفكك، أو على الأقل جزء من أو بعض الدول تقرر أن هي تطلع من هذه العباءة الأوروبية. كيف تشوف الأمور بالنسبة لمستقبل الاتحاد الأوروبي وحاضر الاتحاد الأوروبي في عالم ما بعد كورونا؟ يعني من المبكر الحديث عن ارتكاسات وانعكاسات نتائج الأزمة على الاتحاد الأوروبي، سيكون لها نتائج بالتأكيد. هنالك قيم وأسس اهتزت جراء أزمة كورونا، وبالتالي سيكون هذا له تأثير، قد لا يكون في الفترة القريبة القادمة، ولكن فيما بعد سنرى كيف سيتعاطى الاتحاد الأوروبي مع محاولة يعني لملمة الأزمة ومحاولة تضميد جراح الدول، وخاصة الدول التي تركت وحيدة عند اندلاع يعني أزمة جائحة كورونا ولم يقف معها تقف معها. المساعدات تأتي من الصين وتأتي من روسيا. نعم، التي كل دولة انكفأت على نفسها وتركت الباقين يعالجون. يعني لأول مرة لم يقم البرلمان الأوروبي في بروكسل بدوره من أجل أن يكون هنالك تعاطي إيجابي في مواجهة هذه الأزمة. نتائجها وأين تتصل وما هي يعني مساحة انعكاس على الاتحاد الأوروبي، من السابق لأوان اليوم أن نتوقع هذه القضايا. سيكون هنالك بالتأكيد ردود فعل، ولكن أين ستصل وكيف لا أملك بصدق هذه الإجابة أو القراءة السليمة لهذا الموضوع في هذه اللحظة. النقطة الثانية المهمة أن اليوم دول الاتحاد الأوروبي كاملة، نعم، كل دولة تنكفئ على نفسها اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا، وبالتالي الملف الليبي ليس هو الملف الأكثر أهمية في المستوى العالمي. هنالك قضايا اليوم غير سياسية، هي صحية إنسانية اجتماعية اقتصادية تتصدر المشهد. يعني مثلا على سبيل الذكر للحصر، اليوم السفير الأمريكي في تل أبيب أصدر تصريحا بأن الولايات المتحدة ستؤيد وتدعم وتوافق على قرارات الحكومة الإسرائيلية بضم الضفة الغربية، ومع ذلك مر هذا التصريح مرور الكرام. القضية الفلسطينية أيضا ليست رغم أهميتها ليست قضية تطرح نفسها بقوة، وهنالك حالة انكفاء سياسي عالمي حتى مع تزايد النفوذ التركي والروسي مقابل الشواطئ الأوروبية. يعني ربما تكون في مخاوف أوروبية أن يتم استخدام محبس الهجرة، أردوغان زي ما يستخدم في اللاجئين المهاجرين ممكن يستخدمها في ليبيا على سبيل المثال. سبق واستخدمها وسبق ومارس ضغوط في هذا الاتجاه، باعتقادي أن اليوم نعم هنالك يعني منحى وحيد، هو أن روسيا تحاول الاستفادة قدر المستطاع من أنها في حالة راحة على في مستوى التعاطي والتصدي لكورونا، ليست مهددة كما هي دول الاتحاد الأوروبي ودول غرب أوروبا. تركيا داخل في قضية قاتل أو مقتول، انتشار الفيروس في تركيا قضية مربكة جدا، الخسائر الاقتصادية التركية مخيفة، انهيار العملة التركية،
أردوغان لم يعد لديه أوراق يلعبها. الورقة التركية هي آخر الأوراق التي يعني هو يلعب بمنطق القاتل أو المقتول، لم يعد لديه ما يخسر أكثر مما خسر. إذا خسر في ليبيا انتهى، تركيا عادت وتم تحجيمها وإعادتها إلى وضعها السابق. تركيا لم تعد لديها بعد، في حال فشلت وخرجت من تركيا من ليبيا لم يعد لديها وجود سوى وجود عدائي مع أغلبية ساحقة من دول العالم، وهذا سيكون له طيب انعكاسات على السياسات في المنطقة. نعم. فيما بعد مشت بينا لنقطة مهمة جدا أستاذ بس الترجمان، ننقلها للسيد مناف كيلاني، مش عارف إذا تتفق في 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 أجزاء أو تختلف مع أستاذ بس الترجمان أستاذ مناف، لكن خلينا نسألك على الدور التركي في تسريبات تقول أن تركيا عندها طموح لتدشين حتى قاعدة عسكرية في ليبيا، وأيضا تركيا عندها ورقة الاتفاقية البحرية مع حكومة الوفاق ومنطقة الشرق المتوسط، عادت لنقطة الصفر كونها منطقة نزاع. كيف أن الأوروبيين ما همش قلقين من هذا كله والأتراك موجودين، يعني موجودين مقابل السواحل الأوروبية بوضوح؟ يعني لأن اللعبة اليوم سيدي تحيدت بكل تأكيد بسبب الافتقاد لجميع اللاعبين للإمكانيات المالية، لا أقول الإمكانيات الاقتصادية ولكن المالية التي يمكن أن تسمح لأي كان بتمويل أي عملية في أي مكان كان، ليس فقط في ليبيا ولكن كذلك بالنسبة لفرنسا فيما يتعلق بمنطقة الساحل كما يقال، أي المنطقة الصحراء الكبرى. كذلك هذه الإمكانيات اليوم تحيدت وجميع اللاعبين اليوم حيدوا أنفسهم لأنهم لا يملكون هذه الإمكانيات، ولكن تبقى ورقة كما تفضلتم أستاذ خليل وكما تفضل أستاذ باسل، تبقى ورقة الاتفاق حكومة الوفاق مع تركيا التي تعتمد على اتفاق دولي، لأن حكومة الوفاق ما زالت هي الحكومة الوحيدة المعترف بها دوليا والتي يمكن لتركيا عفوا أن تلعبها مستقبليا، ولكن كل هذا من الرهانات ولا يمكن اليوم كما تفضل أستاذ باسل من السبوق لأواني أن نعول على هذا الرهان أو ذاك. يبقى أن تركيا تتمسك بهذا الاتفاق، وأن تركيا كما هو الحال بالنسبة لباقي اللاعبين ما زالت تعيش سماها الأستاذ باسل نوع من الأوهام، يمكن أن تكون نوع من الأوهام أو الأحلام، ولكن هذه الأوهام أو الأحلام هي التي تداعب بال جميع الدول المنخرطة في الصراع الليبي والصراع على أفريقيا أو فلنقل العالم القديم، وهي الدول الأوروبية التي اجتمعت في مؤتمر برلين في العام 1884-1885 وقسمت القارة الأفريقية فيما بينها، والجميع نعم. يعني طبعا هذا الأمر مثبت بأن ليبيا قسمت إلى شطرين بريطاني وإيطالي، وإيطاليا ما زالت تظن تعتقد حتى جميع حكومات إيطاليا أيا كانت لونها بأن ليبيا هي عمق استراتيجي لإيطاليا. يمكن نقول بأن هناك نوع من التركة التاريخية لهذا الأمر، وهذا الأمر في هذه الحالة ينطبق على باقي دول الشمال الأفريقي مع الدول المستعمرة السابقة. لذلك اليوم هذه الدول تسعى أولا وأخيرا إلى حل مشاكلها. مسألة الكورونا عصيبة جدا في الأمر الداخلي، وهي لها الأولوية الكبرى، ومن ثم الحلقات التي يمكن أن تتوسع منها حلقات الاهتمام. حلقات الاهتمام لإيطاليا أو لفرنسا أو لدولة أوروبية، الدولة الأوروبية عفوا، هي حلقات أوروبية أولا ثم متوسطية، ومن ثم الاهتمامات لكل دولة على حدة، وتبقى الإمكانات اليوم محيدة. أنت هذه النقطة لو سمحت لإضافة بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها طبعا الاجتماعات الأخيرة القمة الأوروبية ولوزراء المال قررت أن ترصد مبلغ أكثر من 700 مليار يورو، فلنقل أكثر من 750 مليار دولار لحل مسألة كورونا، ولكن هذا يأتي فقط لحل المسألة المالية وليس مسألة اقتصادية، أي مساعدة المصارف أولا ومساعدة المصارف الألمانية أولا، باعتبار ألمانيا هي الدولة المساهمة الكبرى الأكبر في ميزانية الاتحاد الأوروبي، لذلك لن تجر أي نتائج إيجابية على الاقتصاد، ولكن على عالم المصارف والبنوك الذي هو عالم الاقتصاد الوهمي الذي ليس هو عالم الاقتصاد الحقيقي ويبقى عالم مضاربات. لذلك هذه الإجراءات تبقى نعم. فلنقل نوع من الحقنة المهدئة، ولكن لن تمنع على الأقل أن يكون هناك اضطرابات وقلاقل من داخل الاتحاد الأوروبي في داخل كل دولة على حدة، وبسبب أزمة كورونا التي أظهرت ضعف الإجراءات لكل دولة على حدة بسبب انضمامها للاتحاد الأوروبي وبسبب عجزها عن القيام بمساعدة مواطنيها أولا وأخيرا. لذلك هذا الأمر سينعكس بكل تأكيد
على سياساتها الخارجية، وأنت بهذه النقطة، لأن لكل سياسة خارجية لها ميزانية ترصد، ولكن السياسة الخارجية لا يمكن أن تأتي على حساب الاهتمامات الداخلية التي ستأتي بكل تأكيد في تعود إلى المرتبة الأولى وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه، لا أقول نعم. إلى فترة مؤتمر برلين في أواخر القرن التاسع عشر، ولكن على الأقل إلى تركت الحرب العالمية الأولى وإلى الانقسامات الإقليمية التي تركتها والحزازات بما فيها مع الدولة العثمانية أو مع الجمهورية التركية التي ورثتها، والتي تسعى بكل تأكيد وبشتى الوسائل إلى العودة إلى المسرح الدولي، إلى اللعبة الدولية كما يقال. ولكن هذه الإمكانات اليوم كما هو الحال بالنسبة للجميع إن كان في تركيا أو في غيرها اليوم تحيدت بشكل تام. نعم، إشارات تاريخية سياسية مهمة جدا أستاذ مناف كيلاني. أستاذ باسل، في نقطة مهمة الآن ذكرها الأستاذ مناف اللي هو اللاعب الإقليمي الدولي التاريخي في ليبيا، إيطاليا. إيطاليا طبعا كانت واخذة خطوة بعيدة شوي من البرلمان ومن القيادة العامة للجيش الوطني ومتحالفة مع حكومة الوفاق أو تحالف الوفاق، لعند ما جت الاتفاقية بين الوفاق وتركيا هنا اصطدمت إيطاليا بالقصة هذه وأصبحت مرتبكة، مش عارفة كيف تلعب الآن في ليبيا، خصوصا أن الاتفاقية هذه طبعا يعني صدمت بها إيطاليا وصدم بها الأوروبيين كلهم، مسألة الاتفاقية لترسيم الحدود البحرية التركية مع حكومة الوفاق. في تقديرك شن حيكون حجم الدور الإيطالي في المرحلة القادمة؟ وإيطاليا طبعا زي ما عرف الجميع قاعدة منهكة جدا من مسألة كورونا، وقدمها يعني مراحل اقتصادية سياسية صعبة ومراحل تقشف وإجراءات إلى آخره، كيف نقدر نفهم الدور الإيطالي في المستقبل؟ يعني إيطاليا منذ بداية الأزمة الليبية أو حتى من قبل يعني سقوط نظام العقيد معمر القذافي كانت، وخاصة في العشر سنوات التي سبقت يعني سقوط النظام، دخلت في علاقة أكثر من استراتيجية مع ليبيا، وكان هنالك عملية توطيد كبيرة للعلاقات والتعاون. ونلاحظ أن إيطاليا يعني عندما بدأ عملية إسقاط نظام العقيد معمر القذافي وتورط بها الرئيس ساركوزي كانت في حالة الصدمة، يعني لم تستوعب في تلك الفترة ما الذي يجري على الأرض في ليبيا. وبالتالي ما يعني إيطاليا اليوم هي كيف أن تحافظ على ثلاث نقاط. النقطة الأولى مصالحها وعلاقاتها النفطية والاستراتيجية مع ليبيا، وهذا أمر يعلمه الجميع، وحجم الاستثمارات الإيطالية في ليبيا كبيرة جدا في قطاع النفط. وملف الهجرة. النقطة الثانية هي كيف تحاول إيطاليا أن تحد من أزمة استعمال المهاجرين، يعني الإتجار بالبشر، عصابات الإتجار بالبشر التي هنالك جزء منها مدعوم واستعملته تركيا للضغط على دول الاتحاد الأوروبي وعلى إيطاليا بالتهديد بموجات الهجرة من ليبيا. ونذكر أنه تم نقل عشرات مئات عدة آلاف من المهاجرين من تركيا إلى ليبيا، ونقلهم في يعني سفن إلى الشواطئ الإيطالية. النقطة الثالثة والمهمة هي أن لا تكون هنالك حالة انهيار وفوضى سياسية في ليبيا تنعكس مخاطرها الأمنية على إيطاليا. هذه القضايا الثلاث التي تعني اليوم إيطاليا في شكل علاقتها. التحديات التي تواجهها إيطاليا جراء الكورونا ستؤثر على قدرة أدائها، ولكن لن تلهيها عن التصدي للمخاطر، خاصة في مستوى حماية استثماراتها النفطية والشركات الموجودة في ليبيا، في مراقبة قضية اللاجئين وهجرتهم، خاصة أن إيطاليا هي الدولة الأكثر يعني كل المهاجرين من تونس أو من ليبيا يتجهون مباشرة باتجاه إيطاليا. النقطة الثالثة والأهم وهي أن لا تتحول ليبيا إلى قاعدة يمكن أن تشكل تهديدا إرهابيا على إيطاليا أو على بقية دول أوروبا، لأن هذا التهديد يمس أمن واستقرار المنطقة كاملة، وهذا أمر مقلق. باقي القضايا يعني من أكيد أن العلاقات الاستراتيجية يعني وما يمكن أن نسميه ديكتاتورية الجغرافيا التي صنعت خريطة حوض البحر الأبيض المتوسط لها انعكاسات أساسية لا يمكن أن يعني يتم تغييرها. العلاقة بين إيطاليا وتونس
وليبيا هي علاقات منذ بدء الخليقة، يعني مما قبل الرومان، وهذه العلاقات أصيلة ومستمرة وبالتالي ستبقى متواصلة، لأن حجم التداخل الجغرافي بين هذه الشعوب وهذه المنطقة كبير جدا، وكل المصالح متشابكة، يعني مصلحة إيطاليا في تونس، ومصلحة تونس في إيطاليا، ومصلحة تونس في ليبيا، ومصلحة ليبيا في إيطاليا، ومصلحة ليبيا في تونس. وبالتالي هذا التشابك بحكم التواجد الجغرافي البشري المتقارب بين الشعوب الثلاثة في مناطق الغرب الليبي في تونس وفي إيطاليا يجعل من حقائق ديكتاتورية الجغرافيا أمرا يفرض نفسه على الجميع، أحب من أحب وكره من كان. طيب الذهاب نقطة وحيدة، ذهاب فايز السراج للتحالف مع الأتراك على حساب الإيطاليين سيفرض على إيطاليا أن تدخل المعركة مهما كانت نتائجها ومهما كانت حجم الخسائر فيها، لأن هذا معطى تاريخي لا يمكن لإيطاليا أن تتجاوزه أو تسمح بالتلاعب به. إذن هذا يحلنا إلى سؤال مباشر أستاذ باسل، ننتقل به لأستاذ مناف، من هو المسؤول؟ في دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أستاذ مناف كيلاني، دبلوماسي كبير سابق، يقول والله نحن مفروض ما نلوموش تركيا، نحن تركنا فراغ هائل في ليبيا، خصوصا أن الأوروبيين ما كانش عندهم موقف واضح لما الجيش أعلن عملياته يوم 4 أبريل في 2019. الاتحاد الأوروبي كان عاجز عن إيقاف هذه الحرب، وبالتالي حكومة الوفاق نادت ودار السراج جولة أوروبية ونادوا الأوروبيين عشان هم يتدخلوا لإيقاف هذه الحرب، ما فيش فائدة. إذن من اللي لعب في هذا الفراغ؟ أردوغان، وكانت فرصة ذهبية له أنه هو يعيد يلعب دور جديد طبعا في الشرق المتوسط. إذن إذا كان في حد يستحق اللوم في هذه المسألة هم الأوروبيين، يعني بحسب ما يتكلم هذا الدبلوماسي الأوروبي. وتناغم أنا مع الحديث هذا أستاذ مناف، كأن الاتحاد الأوروبي في الملف الليبي قاعد محاط بالأعداء بين قوسين، يعني روسيا المعادية للاتحاد الأوروبي وأيضا أردوغان، وعندنا في الجانب الأمريكي اللي هو عنده اهتمام سياسي متواضع بالقصة ترامب اللي يعني عنده موقف أيضا من الاتحاد الأوروبي. أستاذ خليل، الاتحاد الأوروبي ليس بالدولة التي يمكن أن تقرر لعمليات عسكرية مشتركة أو أن يكون لها هدف سياسي مشترك. نعم. الجميع يعلم بأن السياسة تقررها أولا المصالح الاقتصادية وليس العكس، ولكل دولة أوروبية وحتى الآن مصالح اقتصادية منفردة ومصالح اقتصادية تتنافس مع تلك للدول الأوروبية الأخرى العضو في منظمة تسمى بالاتحاد الأوروبي، التي تبقى مجرد منظمة فقط تسمح بحرية التنقل للأفراد والشركات والأموال، ولكن دون أن يكون لها هدف سياسي معين أو على الأقل أن يكون لها وجهة سياسية معينة. جميع الإجراءات التي اتخذت من قبل الاتحاد الأوروبي منذ بداية ما يسمى بالبناء الأوروبي منذ العام 1951 وحتى الآن لها هدف فقط اقتصادي، لا تهم السياسات السيادية، ومن بين السياسات السيادية هي طبعا السياسة العسكرية وكذلك الاهتمامات الاقتصادية المنفردة. لكي يكون الاتحاد الأوروبي أي سياسة موحدة لا يكفي أن يأتي هذا الدبلوماسي أو ذاك للحديث بأن الأوروبيين أخطأوا أو أن الأوروبيين لهم مصلحة أو غير مصلحة. الأوروبيون أولا هم عدة دول، اليوم أصبحوا 27 دولة، ولكل دولة علاقات منفردة وخاصة جدا مع كل لاعب، سواء في مع الاتحاد عفوا مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع روسيا، مع تركيا، ولا يمكن لأي لاعب أن يفرض وجهته أو على الأقل توجهه على الغير. ولهذا السبب لا يمكن أن نزايد على أكثر من ذلك في الدور الأوروبي، هناك أدوار أوروبية للاعبين أوروبيين منفردين وليس جميع الأوروبيين، وأدوار متصادمة أيضا، فرنسا إيطاليا على سبيل المثال، فرنسا وإيطاليا، وكذلك الحال اليوم بالنسبة لليونان التي قبلت، ولا أقول على مضض، ولكن قبلت بكل تحمس أن تدير عملية إيريني التي ما زالت حديثة الولادة ولم نراها حتى الآن، لم نرى أي أثر لعملية إيريني، ولكن تحمس اليونان كان لسبب واضح جدا، وهو نوعا ما نكاية بالجار التركي للقول والتوجه لتركيا أنها ما زالت موجودة وما زالت على حالة عداء مع تركيا، ولكن هذا الأمر يبقى من الحالة المعنوية والفلسفية والأخلاقية دون أن يكون لها أي تطبيق على أرض الواقع. الأوروبيون سيدي، هناك بعض اللاعبين الأوروبيين، لا يمكن أن نجزم أو نشمل جميع الدول الأوروبية
في أي توجه كان. أذكر سيدي بأن أول من يدين على الأقل، لا أقول بالولاء بالصداقة لتركيا من بين دول الاتحاد الأوروبي، هو أول دولة تستنكر قدوم اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، الأراضي الأوروبية، وهي هنغاريا. وهو طبعا الجميع يعرف بأن رئيس وزراء الهنغاري فيكتور أوربان هو من أقرب المقربين والأكثر الأصدقاء قربا من الرئيس أردوغان، وكذلك الحال بالنسبة لإسبانيا. وهذا الأمر طبعا لا يمكن أن ينطبق على باقي الدول. لذلك هذه الأمور فلنقل هي لعبة شطرنج، ولكن لعبة شطرنج مع عدة لاعبين وليس بين لاعبين، وهذا الأمر مرشح للتقدم. هذا لا يعني بأن الأوروبيين عفوا اليوم يمكن أن يتوجهوا بصوت واحد إلى مكان واحد، إن كان ليبيا وإن كان تركيا وإن كان روسيا أو كما ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لكل صوت ولكل بكل تأكيد اهتمامات مختلفة ويمكن أن تتضارب مع الغير. تبقى الأزمة منحصرة فقط ببعض اللاعبين، وكل يغني على ليلاه، وهذا أمر شرعي. أذكر بأن الأمور هي أمور أولا وأخيرا سيادية، وحتى الآن الاتحاد الأوروبي أو منظمة الاتحاد الأوروبي لم تمس الأمور السيادية، مما أدى إلى الوضع الذي نعيشه اليوم. أن يكون هناك حلفاء داخل الاتحاد الأوروبي أو شركاء كما يقال، وحلفاء وهم في ذات الوقت حلفاء داخل حلف الشمال الأطلسي، ولكن يتنافسون على الكعكة الليبية، هذا ما لا تقبله الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما بكل تأكيد ما يمكن أن يجر يساهم على الأقل في عملية التفكك والتشرذم الذي يعيشها الاتحاد الأوروبي. لا أقول بأن الأزمة الليبية التي سيكون لها، وأنت بهذه النقطة لسيكون لها كلمة الفصل في خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي، ولكن لسبب وحيد، وهو أن إيطاليا اليوم مضطرة، استدانت مبالغ كبيرة من المصارف الخاصة، طبعا لا ليس المصرف المركزي الأوروبي هو الذي يدين، ولكن المصارف الخاصة التي تدين إيطاليا، تطالبها بدفع الفوائد، وهذا ما يثقل العبء على كاهل الخزينة الإيطالية، ومما يزيد العبء على المواطن الإيطالي الذي سيضطر بدفع المزيد من الضرائب، مما يعني التململ والتذمر، ومما يعني قدوم حكومة أو حكومات لها توجهات غير أوروبية، أو على الأقل يمكن أن تطالب بخروج إيطاليا من جديد، خروج إيطاليا واستقلاليتها في القرار. وفي هذه الحال سيدي سيكون لإيطاليا توجه لا يمكن التكهن به، ولكن سيكون فقط للمصلحة الإيطالية. إن كان هناك ما يمكن أن يفرض عليها سيكون فقط مصلحة إيطاليا، إن كان هناك لاعب تركي يمكن أن تشد يدها على يده فستلعب معه، أو أمريكي أو روسي، ولكن ستغلب المصلحة الإيطالية قبل الغير. نعم، خصوصا أن الأوروبيين يعني ألمانيا وهولندا، الدول الاتحاد الأوروبي الموجودة في الشمال، ما زالت ترفض في مسألة تعويم الدين، وأن الاتحاد الأوروبي كله يشيل هذا الحمل، ما زالوا رافضين هذه المسألة. ننتقل من جديد لأستاذ باسل الترجمان. في سؤال محدد أستاذ باسل، الولايات المتحدة الأمريكية اللاعب الرئيسي في العالم، شن تفضل الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تشوف الأتراك في ليبيا أو الروس؟ البعض يقول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وجود الأتراك أفضل بكثير من وجود الروس، وفي رأي يقول والله إن الأمريكان عادة يفقدوا في موضوعيتهم لما يتعلق الأمر بالروس، بمعنى أن في صحف أمريكية الآن قاعدة تضخم في مسألة الدور الروسي في ليبيا، وما ننسوش أن اهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية الطاقة، النفط، وأيضا مسألة الروس ومسألة الإرهاب في ليبيا. إضافة للإرهاب والطاقة، الآن نقدر نضيف ملف الروس بالنسبة لملف الأزمة الليبية. تتفق مع هذه الجزئية أن بالنسبة للأمريكان وجود الأتراك أفضل؟ يعني باعتقادي أنه علينا أن نرى صورة الولايات المتحدة اليوم. الولايات المتحدة اليوم هي صورة يجسدها فقط أن الرئيس ترامب هو الوحيد في هذا العالم على صواب كما وصف نفسه. يعني هنالك لا سياسة أمريكية في العالم اليوم. يعني قبل كان هنالك سياسة تتفق معها، تختلف معها، تشتبك معها، تؤيدها، تعارضها. اليوم لا توجد سياسة. يعني أنا ما هو لنوضح، أين أمريكا في المشهد الدولي؟ أين أمريكا قائدة العالم الحر في قيادة العالم الحر في مواجهة كورونا، في مواجهة يعني أمريكا اليوم ضعضعت بعد سنوات حكم الرئيس ترامب، من وجودها ومن قوتها ومن مصداقيتها أمام العالم. أمريكا دولة تنكفئ على ذاتها،
أمريكا اليوم عاجزة عن إدارة الشأن الدولي، ليس لها قدرة، يعني هنالك قضايا استراتيجية وأساسية. أين أمريكا في الملف السوري؟ أين أمريكا في الملف العراقي؟ أين أمريكا في كثير من القضايا التي تعتبر أولويات للإدارة الأمريكية قبل ليبيا؟ بسبب وجود إسرائيل، بسبب العلاقات مع دول المنطقة، بسبب ما قامت بصرفه الولايات المتحدة من آلاف المليارات على معارك خرجت كلها خرجت منها في النهاية بخفي حنين، لم تحقق أي مكاسب ما كانت تتوقعه الإدارة الأمريكية في 2003 عندما تم إسقاط غزو العراق وإسقاط نظام الرئيس العراقي. ما توقعته الإدارة الأمريكية اليوم يقول دونالد ترامب أن أكبر قرار خاطئ اتخذه في تاريخ الولايات المتحدة رئيس هو جورج بوش الأبن بغزو العراق. وبالتالي هذه الصورة الغير مفهومة، لماذا تريد الإدارة؟ يعني اليوم نحن أصبحنا على قناعة أن لا أحد منا قادر أن يقول بماذا تفكر الإدارة الأمريكية. في زمن الإدارات السابقة كنا نرى أوباما أراد فرض الإسلام السياسي بالقوة والعنف وتدمير الدول من أجل فرض منظومة جديدة في المنطقة. بوش الأبن أراد الهيمنة والسيطرة العسكرية وفرض أمر واقع عسكري بالقوة ونشر الديمقراطية في العالم العربي زي ما يقول ديمقراطية المنطقة أيضا. نعم. جورج دبليو بوش. اليوم ماذا يريد الرئيس ترامب؟ هل هنالك من يستطيع أن يقول لنا ماذا يريد الرئيس ترامب؟ الرئيس ترامب باعتقادي حجم اهتماماته لا تتجاوز حدود الولايات المتحدة إلا في حال كان هنالك أزمة ما تهدد الولايات المتحدة. طيب شاهدنا ننقل النقطة هذه الأستاذ مناف. تفضل. نعم. البعض ربما يسمع كلام الأستاذ باسل الترجمان، البعض ربما يقول نحن قاعدين نبالغ أستاذ مناف في مسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية تبي تنكفئ بالكامل على نفسها، أمريكا تلعب في دور أساسي ومهم جدا في العالم وصعب أن هي تتخلى عليه. أساسا لما قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن هي تسحب قواتها وعساكرها من المنطقة، الجميع الآن يقول الولايات المتحدة الأمريكية أرجوكم أيها الأمريكان خلوكم قاعدين، الجميع يطالب بالولايات المتحدة الأمريكية أن هي تكون موجودة. إذا في فراغ لا يمكن أي دولة ثانية أن تعبيه باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية. ربما ترامب يرفع في شعار أمريكا أولا، وربما أوباما فضل قيادة القضايا من الخلف زي ما يسموا فيهن، لكن في جميع الأحوال الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن هي تتخلى عن دورها كشرطي في العالم. يعني العالم من غير الولايات المتحدة الأمريكية هو فوضى زي ما يصف فيه بعض المراقبين. العالم بدون الولايات المتحدة الأمريكية هو عالم بدون دولار. هل يمكن أن نتخيل اليوم العالم بدون هذه العملة التي فرضت في اتفاقات بريتون وودز قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية؟ بكل تأكيد لا. الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل هذا السلاح كما كانت تستعمل كما تفضل الأستاذ باسل في غزو العراق بجنودها ودباباتها وألياتها، واستعملتها كذلك هذه الآلة العسكرية في على الأقل تحطيم بعض الدول وتدميرها كما هو الحال بالنسبة لليبيا. ولكن هذا لا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت وسحبت السلاح الفتاك الأقوى، وهو سلاح ورقي لا يساوي أكثر من وزنه حبرا وورقا، ولكن العملة العالمية الوحيدة هي الدولار، والتي تبقي للولايات المتحدة الأمريكية الدور الأول في توجيه العالم. لا يمكن لأي دولة بما فيها الصين وروسيا التي تحاول اليوم الخروج من منظومة الدولار وتنجح نسبيا في هذا الأمر، لا يمكنها ألا تأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر. وينطبق هذا الأمر بالنسبة لباقي الدول بكل تأكيد، لا للدور الأمريكي قيمة تساوي الصفر أو شبه الصفر. يبقى بأن الولايات المتحدة الأمريكية، للعودة إلى تساؤلكم أستاذ خليل اللي وجهتموه إلى أستاذ باسل، الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحصل، وطبعا هذا يسير في نفس المسار الذي توجه به أستاذ باسل، تريد أن تحصل أكبر عدد ممكن من الفوائد دون أن يكون له ثمنا باهظا، وهذا أمر مشروع وشرعي لأي دولة في العالم إن كانت كبرى أو صغرى. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تريد أن توظف البعض في لمصلحتها، اليوم مصلحتها لا تملي عليها بأن يكون لها تدخل في المسألة الليبية، ولكن أن يكون له حالة استقرار إيجابي يرجح الكفة للولايات المتحدة الأمريكية والساسة الأمريكيون
ايا كان، وان كان اسمهم اوباما او ترامب او بوش الاب او الابن او نعم. ريغان او ما قبله وما بعده، هناك استمراريه سيدي في السياسات. هل تركيا تقدر تضمن هذه المصالح، مساله الاستقرار النسبي، بحكم ان تركيا حليف للولايات المتحده الامريكيه في حلف الناتو؟ صحيح سيدي، الولايات المتحده الامريكيه لا يمكن ان تغامر بورقه تركيا لتفقدها، وهذا الامر تعيه تماما القياده التركيه ايا كانت منذ دخول تركيا إلى حلف الشمال الأطلسي في العام 1951، وهي ليست من الدول المؤسسة ولكن الدول التي شاركت لاحقا، وذلك درءا للخطر السوفيتي، لأن ستالين كان قد هدد بغزو تركيا، وهذا السبب انضمت انضوت تحت اللواء الأطلسي. يبقى بأن تركيا سيدي لا يمكن أن نقول بأن يمكن أن يكون لها دور مستقل تماما عن الدور الأمريكي، وتفضل وتحبذ ألف مرة القيادة الأمريكية أن يكون في ليبيا وجود تركي أو أطلسي، إن كان إيطاليا وإن كان فلنقل إن أي دولة أخرى مما فيها تركيا، على الوجود الروسي، ونبقى نعود إلى المعادلة التي طرحت نفسها وعلى العالم وما زالت موجودة، وهي معادلة يالطا للعام 1944. كان لروسيا بكل أو الاتحاد السوفيتي عفوا دورا وثقلا ووزنا، وكان يجب الأخذ بعين الاعتبار بهذا الوزن، ولكن دون أن يكون له الحصة الكبرى. ولهذا السبب سيدي كان هناك ما يسمى بالعالم الحر، الذي كان يسمى فلنقل يكون أكبر نسبة من دول العالم المستقلة، والعالم الكتلة الشرقية كما يقال انهارت بسبب الضغط الذي كانت تلاقيه. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعي، إن كان الرئيس اسمه ترامب أو غير ترامب، تعي بأن ما بعد كورونا سيكون عالم آخر يمكن أن يشكل، وهذا العالم لا يجب لكي أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية فيه دورا مهمشا أو مصغرا، ولهذا تسعى على الأقل لإبقاء تأثيرها عبر حلقات تأثير أكبرها طبعا حلقة الدولار، وكذلك حلقات التأثير الأخرى بينها حلف الشمال الأطلسي، والدور الفاعل للولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر أو غير مباشر في جميع الأزمات العالمية. نعم، إذن القصة مربكة جدا. زي ما تشوف أستاذ باسل الترجمان، قبل 3 شهور تقريبا إذا كان ذكرتي كويسة، المبعوث الأمريكي إلى سوريا قال جملة خطيرة، قال نحن والأتراك نشترك في مصالح جيوستراتيجية في ليبيا، فهم منها وقتها أنه يقصد الحد من النفوذ الروسي في ليبيا. هل تتوقع أن فعلا تمشي الأمور في هذا الاتجاه، وأن يكون في تناغم كبير جدا في الموقف الأمريكي التركي في ليبيا، وتسمح الولايات المتحدة الأمريكية أن تركيا تكون هي اللاعب الوحيد في ليبيا، حتى مع أزمة صفقة صواريخ الإس 400 منظومة الدفاع الجوي اللي بيشروها من روسيا؟ يعني علينا أن نفهم قضية مهمة في إطار الصراع، أن ما جرى في سوريا وأن روسيا نجحت في وضع مخلب للدب الروسي على الأراضي السورية، وأن روسيا هي التي منعت سقوط النظام السوري ووقفت ما يسمى بهجمة الربيع العربي، هذه قضية تشكل بالنسبة للولايات المتحدة، وخاصة أن روسيا فهمت بعد أن وافقت، يعني بعد أن غدر بها في القرار الأمم مجلس الأمن الذي سمح بفرض حظر على ليبيا وتم تفسيره باستعمال القوة، قالوا أننا تعرضنا للخداع في مجلس الأمن، يعني نعم، وبالتالي كان الرد الروسي في سوريا واضحا جدا، وكان رد منطلق من سياسة التحدي. اليوم روسيا أصبح لها وجود استراتيجي أساسي في قاعدة حميميم في طرطوس السورية، وهذه نعم. أول قاعدة تنالها روسيا في المياه الدافئة منذ أكثر من مئات السنين، وبالتالي روسيا اليوم أصبحت لاعب في حوض البحر الأبيض المتوسط. روسيا ترعى أو تحاول أن تفرض وجود إضافي لها في معادلة مستغربة، يعني المعادلة أن روسيا اليوم تقف متحالفة مع مصر، مع السعودية، مع الإمارات في ليبيا في مواجهة حلف قطري تركي، يعني بنوع من الرضا أو عدم الاهتمام الأمريكي. القضية هنا قضية يعني تستحق إلى قراءة معمقة جدا حول ما الذي يجري. باعتقادي أن روسيا اليوم تريد الاستفادة من أجل توسيع حجم وجودها ومصالحها في المنطقة. لروسيا يعني اتفاقات
بسيطة جدا في حوض البحر الأبيض المتوسط مع دول لتأمين الدعم الاستراتيجي لأساطيلها البحرية مثل تزويد سفنها بالنفط في الموانئ الجزائرية وبالدعم الغير عسكري لها من عدد من الدول. اليوم روسيا ترى بعد حصولها على قاعدة تحميميم أنها يمكن أن تكون لاعب أساسي في ليبيا. الإشكال الأساسي اليوم هي كيف ستتم التفاهمات بين واشنطن وموسكو في قضية إعادة تقسيم المصالح في البحر الأبيض المتوسط. المشكلة اليوم أن الرئيس ترامب الذي بعض أطراف من إدارته يعني منذ سنتين بدأت تلمح إلى عودة الحرب الباردة وأن هنالك اشتباك وخلاف سياسي روسي أمريكي، لم تستطع أن تعطي صدى إيجابي في الشارع الأمريكي لهذا الموضوع. أمريكا اليوم في حالة المزاج الشعبي الأمريكي في حالة غير مسبوقة بأنه لم يعد لديه القدرة أو الاستعداد للاستمرار في حروب بلا طائل لغايات هستيرية في عقول القيادات الأمريكية، وهذا جعل هذه الأفكار لا تجد صدى لها في الشارع الأمريكي، لم تجد آليات تأييد، لم تستطع إدارة ترامب وهي أول إدارة في الولايات المتحدة أن تصنع عدوا لها. اليوم أمريكا ليس لها أعداء، يعني هنالك عدو يسمى الإرهاب ولكن هذا عدو عالمي. اليوم الولايات المتحدة ليس لها أعداء، وحاولت بحث أطراف تعودت في سياق السياسة الأمريكية على أن تكون الولايات المتحدة عدو يريد تدميرها من أجل أن تستنهض وتستمر في تحقيق سياستها، هذا غير موجود. وبالتالي اليوم الانكفاء الأمريكي، عدم الرغبة الأمريكية في الاشتباك، لا يوجد عدو حقيقي، محاولة صناعة وهم من استعادة يعني ميكانيزمات الحرب الباردة في الصراع مع روسيا أيضا غير مقنع، لأن روسيا أيضا لم تعلن عداء للولايات المتحدة لا من قريب أو من بعيد، بل طيب. على العلاقات أمام الجميع تسير بشكل ودي بين طيب. الطرفين. طيب سيد باسل، أستاذ مناف، نرجع من جديد للانعكاسات المحلية داخل ليبيا في مسألة الأدوار الدولية المتقاطعة المتضادة والمتناغمة أحيانا. المشير خليفة حفتر، البعض يشوف أنه هو عنده ميزة أنه هو منوع مسألة التحالفات، مش تحالف روسي فقط، وبالتالي هذا يهي يتيح له في مجال للمناورة. شفنا كيف هو أحرج الروس في موسكو لما لم يوقع على مسألة اتفاقية وقف إطلاق النار إلى آخره، وهذا يعطي فيه نوع من الاستقلالية بحكم أنه هو منوع مصادر التحالفات. ولكن ربما المشير حفتر يفكر أن الدولة الوحيدة اللي هي تقدر تدعم عشان يدير التوازن مع التدخل العسكري التركي هي روسيا، وبالتالي هل تتوقع أن المشير حفتر ربما هو يخضع لشروط روسية في خلال الفترة الجاية، شروط روسية يعني تكون تدار الأمور بوجهة النظر الروسية اللي ربما المشير حفتر كان يرفض فيها في الفترة السابقة مع اتساع نفوذ ماذا التركي؟ تملك؟ نعم، ماذا تملك روسيا من وسائل ضغط في الأزمة الليبية أو في الصراع الليبي على هذا الطرف أو ذاك؟ هل تملك فعلا ما يمكن أن تؤثر على فيه على قرار المشير حفتر؟ لا أعتقد سيدي بأن هناك وجود أولا لقوات روسية أو لمساعدات مباشرة روسية أو غير مباشرة حتى يمكن أن تقدم لتحسم المسألة على الأرض. والمشير حفتر كعسكري يعلم بأن الأمور تحسم فقط على أرض المعركة وليس عن طريق وسائل الإعلام والتصريحات والمؤتمرات، وحتى الآن لم يتلقى مساعدة إلا فلنقل معنوية من قبل الجانب الروسي الذي يسعى أولا وأخيرا إلى كما تقول الخارجية الروسية إلى حل الصراع الليبي أو الصراع على ليبيا. لهذا السبب سيدي لا يمكن نقول بأن الأمور لا يمكن أن نقول بأن شعرة معاوية قد انقطعت بين الجانب المشير حفتر والجانب الروسي من جهة، ولا يمكن أن نقول بأن هناك زيادة في الوزن أو الثقل الروسي في قرار طبرق بنغازي. لزيادة التوضيح، الوجود الروسي سيدي ما زال كما تفضل الأستاذ باسل تماما ما زال نوعا ما متحسرا أو متأثرا من عملية إخراج روسيا قسرا من قواعدها الليبية. لم يكن لروسيا وجود في البحر المتوسط لأسباب
تتعلق بالطاقة كما يقال، ولكن لأسباب أخرى تتعلق فقط بالتأثير على القرار المحلي، لأن وجود أي قاعدة عسكرية يمكن أن يؤثر على القرار المحلي في أي أزمة كانت. وانتهاء الوجود العسكري الروسي اليوم هي مسألة محسومة بالنسبة للجانب الروسي، لا تريد روسيا العودة مرة أخرى إلى المستنقع الليبي. وإن كانت هناك أي حروب أي صراعات أو أي حل لأي صراعات كانت فهي لأسباب اقتصادية. قامت الحرب الليبية منذ العام 2011 وحتى الآن لأسباب اقتصادية وستنتهي لأسباب اقتصادية. كان عامل النفط هو العامل الأساسي، اليوم عامل النفط أصبح ثقلا وعبئا على اللاعبين الليبيين بشكل أساسي وعلى من يدعمهم. ومن هنا تغيرات أو التغيرات التي شاهدناها مؤخرا في المواقف الفرنسية الإيطالية وكذلك نعم. التركية التي جرت جرا إلى هذا الأمر واستنجر جرا إلى الانسحاب منه، وذلك لأن ليبيا اليوم لم تعد لها أي اهتمامات أو أي أهمية عفوا اقتصادية، ولكن تبقى أهمية استراتيجية. ومن هنا وأشارك في الإجابة التي قدمها أكملها التي قدمها الأستاذ باسل، التفاهم الروسي الأمريكي اليوم يمكن أن يكون له ثقلا إيجابيا طبعا عن طريق الدور الألماني، لأن لا أحد اليوم لا لأحد مصلحة في استمرارية الصراع الليبي، وللكل مصلحة في أن يكون لهذه الأزمة على الأقل حلا ولو مؤقتا، ريثما على الأقل تعود الأمور لا أقول إلى مجاريها ولا يعود يعود النفط إلى الضخ من جديد، ولكن على الأقل حتى تنتهي هذه الأزمة التي ستستمر، أزمة الكورونا وإنعكاساته سيكون لها تأثير على الخمس سنوات القادمة، وهي فترة طويلة تتجاوز فترة انتخابات العهد الجديد الأمريكي وكذلك الانتخابات الأخرى في الساحة الأوروبية. ولهذا السبب وطبعا هذا الأمر ينطبق على تركيا، لهذا السبب للجميع مصلحة في أن يكون هناك تفاهم ولو على الأقل مؤقت ريثما تنقشع الغمامة، وهذا الأمر يمكن أن يعكس على الجانب الليبي، ليس في حل أو إعادة تكوين الأزمة الدولة الليبية عفوا، ولكن أن يكون هناك انقسام للأسف على الأرض الليبية بين معسكرين، وهذا المعسكران سيداران بشكل على الأقل غير مباشر من بين من يدعمهم، ولكن دون أن يكون هناك تأثير للأزمة الليبية على باقي الأزمات العالمية التي سنشهدها. نعم، في الخمس دقائق الأخيرة عندي سؤال للكومنت الاثنين، أستاذ مناف أستاذ باسل. أستاذ باسل، أردوغان في آخر تصريحاته يقول أنا عندي رغبة أني نجعل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحد سلام، بمعنى أنه بيدير توازنات عسكرية. البعض فسرها أيضا بمسألة النوايا المستقبلية لإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، زي ما موجودة قاعدة عسكرية في قطر، زي ما موجودة في الصومال، ويدير التوازن بتاع الرعب، وأنه في وجود عسكري يقدر هو يحافظ به على السلام. هل فعلا تتفق مع هذا التحليل؟ وفي تقديرك شنو يقصد أردوغان لما يقول أنه عندي أخبار سارة جاية من ليبيا؟ هل هي حتكون أخبار سارة بالنسبة للأوروبيين؟ يعني في البداية أنه في دقيقتين أستاذ باسل، أردوغان يتحدث عن السلام، يعني قضية مضحكة تماما، مثل يعني لا تستحق أن نعلق عليها. باعتقادي وأنا قلت في البداية أن تركيا اليوم تحاول أن تلعب آخر أوراقها، لم يعد لديها مساحة، يعني المساحة الجيوسياسية التي كانت لدى أردوغان مساحة غير ممكن أن يحقق فيها مكاسب سياسية له أو لوضع حكمه الحالي، بخصوص قضية الصومال. قضية الصومال يعني قضية تضع القوات التركية هي تحت الرحمة ممر قناة السويس، وبالتالي لا يمكن الحديث عن وجود عسكري أو تأثير. هنالك قضية منسية اسمها الصومال ولا أحد يهتم بها، وليس هنالك اهتمام لهذا الوجود أو تأثير حقيقي في المنطقة، لأن في جيبوتي هنالك 36 قاعدة عسكرية أوروبية أمريكية، هي أكبر قاعدة أمريكية موجودة اليوم في جيبوتي. الفرنسيين كل دول العالم فيها، السعودية لها قاعدة عسكرية، اليابان الدولة التي ليس لها قواعد عسكرية في العالم لديها قواعد في جيبوتي. وبالتالي هذا القضية الأساسية هي هل يستطيع فعلا أردوغان أن يمسح كل تاريخه الإجرامي والجرائم التي ارتكبها. إقامة السلام يحتاج إلى ناس ليست ملوثة أيديها بدماء الأبرياء ودماء الشعوب، وأردوغان أسقط نفسه. يعني لا يمكن لعاقل في سوريا أن يغفر ما ارتكبته تركيا من جرائم بحق الشعب السوري، هذه حقيقة نراها. قد يكون هنالك سوريين مؤيدين لأردوغان وهم موجودون عنده ويقوم بتصديرهم
كل مرة ذات اليمين وذات الشمال حاليا موجودين في تركيا. ولكن هذه القضية يعني قضية السماح بدخول 180 ألف إرهابي إلى سوريا وما ارتكبوه من جرائم خلقت حالة من الأزمة. تركيا اليوم في ظل حكم أردوغان لا تملك آليات صنع سلام أو البحث عنه، قد تملك آليات الحد من الأزمات ويمكن أن تكون خطوة إيجابية، ولكن الرجل في هذه اللحظة يحارب قاتلا أم مقتولا، يريد أن يكون أن تكون ليبيا آخر معركة لا يهزم فيها، لأن كل المعارك التي دخلتها تركيا في العشر سنوات الماضية كانت كلها هزائم متتالية أثرت على وضعها الجيوستراتيجي وأثرت على وضعها الاقتصادي في العالم يا جماعة. طيب نفس السؤال عندك أستاذ مناف كيلاني، كيف تقدر تفسر هذه التصريحات تصريحات أردوغان أنه هو يرغب في إقامة واحد سلام في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط؟ هي مجرد تصريحات سيدي، وكما قلت قبل قليل لا تصنع السياسات عبر التصريحات والإعلانات والمؤتمرات. يبقى أن مسألة القاعدة التركية التي يمكن لتركيا أن تفكر يوما ما في إقامتها تكاليف، وكعلى غرار القاعدة التي زرعت في قطر الحكومة التي استقبلت هذه القاعدة هي التي تقوم بدفع الفواتير وتكاليف هذه القاعدة. واليوم حكومة الوفاق الوطني مع الاحترام للجميع، مع احترام لجميع الفرقاء الليبيين، لا تملك هذه الإمكانات التي يمكن لها أن تمول عن طريقها إقامة أي قاعدة ولو صغيرة لأي كان. وبكل تأكيد تركيا لا تملك كذلك هذه الإمكانات المالية الكبيرة لأنها غير محسوب لها في ميزانيتها، مما يعني أنها ستبقى فقط حلم فلنقل أو فكرة لا يمكن أن تطبق على المدى القصير على الأقل أو المدى المتوسط. فكما قلت قبل قليل خلال الخمس سنوات القادمة ستبقى الأمور سيئة جدا من الناحية الاقتصادية فيما يتعلق بجميع اللاعبين في منطقة المتوسط بل في العالم، ولهذا هذا الأمر سيبقى نوعا ما في الملفات ولن تخرج من هذه الملفات حتى أمد ما. نعم الشكر كامل الشكر لك أستاذ مناف كيلاني الباحث السياسي وأيضا المستشار السابق في الخارجية الفرنسية، والشكر طبعا بطبيعة الحال الأستاذ باسل ترجمان الكاتب والباحث السياسي المهتم بشأن الليبي. سعيد جدا بقبولكم الدعوة وممتن أيضا لقبولكم الدعوة، وشكرا على نقاشكم المهم والعقلاني. وزي ما تابعتم مشاهدين الكرام أو الناس اللي التحقوا بنا الآن، تقريبا طرحنا كل الخيوط المتشابكة في لعبة العلاقات الدولية في الملف الأزمة الليبية، لما نتكلم على دور روسي دور تركي دور غربي، نتكلم على الاتحاد الأوروبي، أدوار أوروبية متناقضة أحيانا متصادمة أحيانا متناغمة أحيانا، الدور الأمريكي المتواضع. تقريبا حاولنا نديره يعني بانوراما لمسألة التقاطعات في ملفات دولية معقدة إقليمية داخل ملف الأزمة الليبية بكل طبعا تداعياتها السياسية سواء محليا داخل ليبيا أو إقليميا ودوليا. في نهاية الحلقة تحياتي أنا خليل الحاسي وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد، نتمنى لكم أمسية طيبة.